نروح لفيليب لام اسطوره بايرن ميونخ اللي اتكلم عن السنغالي ساديو ماني لاعب البايرن الجديد المنضم طبعا من ليفربول. فيليب لام اتكلم في تصريحات لصحيفه بيلد الالمانيه عن انخفاض مستوى ماني في الفتره اللي فاتت، وقال ان السبب في ده هي طريقه لعب ناجلزمان مدرب الفريق البافاري. لام قال ان قدرات ماني مش قابله للشك، لكن لازم يعرف دوره بوضوح مع الفريق. اسطوره بايرن شايف ان حاليا الادوار متداخله ما بين لعيبه الفريق، وان هو مش فاهم ازاي بيتم توزيع الادوار والمراكز تحديدا ما بين المهاجمين، وان هو لازم كل لاعب في الملعب يكون عارف دوره بوضوح، وان كل الاسباب دي هي سبب تراجع اداء ماني مع البايرن وتراجع كمان نتائج الفريق بشكل عام. ساديو ماني كان حقق الحقيقه انتقاله قويه جدا او انطلاقه قويه جدا مع البايرن بعد ما سجل 5 اهداف في اول 6 مباريات، بعد كده غاب عن التهديف اخر 5 مباريات للبايرن وسط طبعا تراجع نتائج الفريق في الدوري وتعثره للمباراه الرابعه على التوالي في الدوري بعد 3 تعادلات وهزيمه.